الحرب في، اقول لك يا راح تصلك الحرب في اوكرانيا راح تنتهي بالشكل الاتي، اما بتفاوض يتم ارضاء بوتين نسبيا انه يترك له شرق اوكرانيا او بهزيمه احدى الطرفين. المنطق يقول انه امريكا وحلفائها الاوروبيين صعب هزيمتهم، اقتصاديا اقوى، عسكريا اقوى الى اخره. حقيقه المنطق يقول اذا روسيا شعرت بالهزيمه فسوف تذهب الى استخدام الاسلحه المدمره، هذا هو الواقع الان. هذا السيناريو راح نكتشفه خلال 4 أشهر القادمه حتى اريحك. احنا بالعراق كشعب عراقي علينا نكون واضح ونستعد للتغيرات المناخيه الدوليه في المنطقه، وان يهيئ نفسه لثوره شعبيه عارمه تطيح هؤلاء تنهيهم، لانه هم الان اصلا ماكول استاذ نجم. اولا منخورين داخليا بيناتهم صراعات، الشعب ما يحبهم، دول العالم ما تحترمهم، ولذلك بقائهم هو كارثه الحقيقه. الاصل هذا، احنا علينا كقوه معارضه حقيقيه ان نتوحد وان لا نرتمي بحضن اي محور من هاي المحاور، وان يكون المطلب العراقي هو سياده العراق وتحرر العراق وتخليصه من هاي الطبقه الفاسده. هكذا يجب ان يكون الشعار والتطبيق. لذلك لا تقول لي انه روسيا راح تنتصر او امريكا راح تنتصر، هذه لعبه كبرى عالميه حقيقه رسمتها دوائر ضخمه اوقعت العالم في شرك هذه الحرب، واللي دفعت ثمنها تدري جنابك، هواي من دول من ضمنها مصر وغير مصر يعني اقتصادها تعب بسبب هذه الحرب. العراق الان يعتبر لقمه سائغه، اذا امريكا تعوفه تريد تاخذ روسيا. انا اعتقد هذه زياره لافروف راح تسبب اشكال ما بين الروس والايرانيين، هذه الزياره راح تسبب اشكال كبير. ليش؟ لانه الروس بداوا يحاولوا ان يتخلصوا من نفوذ ايران في المنطقه وبالذات في سوريا، وصار حديث واضح وحتى في تصادم بين القوات الروسيه والميليشيات ما يجيبوا طاري بالاخبار. واسرائيل كما ذكرت لك بدات تدعم اوكرانيا وتقولهم للروس احنا قلنا لكم طلعوا الميليشيات الايرانيه من سوريا وما نفذوا. الان تبدون ان توقف دعم اوكرانيا، روحوا للعراق تحديدا بلغوه. هسه شوف يمكن لافروف راح يلتقي ويا قاده ميليشيات، من كانت الميليشيات قبل اسبوع تدري راحت روسيا تدري جنابك قاده اكرم الكعبي وكذا. الان اما الروس يصعدون هذا محور المقاوله يدعموه، او يقولون لهم لا العراقيين سحبوا ربعكم وخلي نهدي اللعب في سوريا. وطبعا ايران ما راح تقبل، لان ايران تعتبر هذا البازيلتيز هذا الكارت بلانش مالتها البيدها، ماكو قوه العطاء اللي عندها انه هي تمسك ملف الميليشيات في المنطقه. لما يجون الروس يطبون على الخط تختلف المعادله هنا، واضح كيف القضيه. فاذا اكو صراع صار حتى ما بين الدول على قضيه العراق، واحنا ملتهين، صعد الدولار نزل الدولار. لا بشرني استاذ نجم، وين صار الدولار؟ ما تعتقد الى سعر، ما تعتقد انه هذا الاهتمام الدولي الان ممكن ان يستثمر ليصف في صالح العراق؟ يعني أنت الآن تقول القدوم الروسي إلى العراق ممكن أن يبشر بالخلاص من النفوذ الإيراني، لكن متوقع في النفوذ الروسي اللي هو أخطر، هو أخطر الحقيقة. أنت شوف عزيزي، هذولا ما يفهمون السياسة، ولا هذولا اللي أنت تعرف ليش ما يفهمون السياسة، مو ترى دراسة وكلية. أول شيء بالسياسة عند ما تكون حاكم يجب أن تحب بلدك وتؤمن ببلدك وبشعبك، تعرف كيف؟ هذولا ما عندهم هاي القضيتين، وتكون عندك انسانيه، لان هم مجردين من الانسانيه. ما يراد لها عزيزي، ما يراد لها اروح للقاضي.